تنضم إلينا من دار البلح الكاتبة الصحفية لينا شاهين. أهلا وسهلا بك أستاذة لينا. إذن يعني هذه المجزرة واحدة من عديد المجازر التي نفذت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، إن كان في الشمال أو حتى في الجنوب، وفي كل مرة الاحتلال الإسرائيلي يحاول تبرير يعني فعلته ويتضح بأنها استهدافات تطال مدنيين فلسطينيين. كيف تنظرون إلى ما يجري هناك على الأرض؟ بداية تحية لكم السادة المشاهدين. يعني هذه واحدة من مئات المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودخولها في شهرها 11 على التوالي. ولكن هذه المجزرة كانت مجزرة بشعة ومروعة. كل من شاهد هذه المجزرة شاهدها بغرابة. كيف لهذا الاحتلال أن يرتكب مثل هذه المجزرة في ساعات فجر صباح الأمس، والمواطنين كانوا يؤدون صلاة الفجر في هذا المصلى التابع لمدرسة التابعين في حي الدرج وسط مدينة غزة. شاهدنا مناظر مروعة وبشعة جدا، والعالم الصامت جميعه شاهد هذه المجزرة وكأنها لا تعني له شيء. شاهدنا الآلاف من الأطفال وهم يبكون على أبائهم وأمهاتهم الذين تقطعت أجسادهم والذين باتوا أشلاء لا يستطيعون التعرف على أجساد هؤلاء الشهداء. هذه المجزرة يعني كانت صعبة جدا وصعبة للغاية ومؤلمة لكل من شاهدها وكل من عاش تفاصيل هذه المجزرة الصعبة. بالأمس تحدثنا مع شهود عيان كثر عاشوا هذه المجزرة وعاشوا تفاصيل هذه الساعات، يعني وضحوها بأنها أشبه بالقيامة. هذه المجزرة كانت صعبة جدا وصعبة للغاية. نحن نطالب من المجتمع الدولي اليوم، نطالب من المؤسسات الدولية والأممية والمؤسسات التي تتحدث دائما عن حقوق الإنسان وعن حقوق الأطفال، يعني أين دور هذه المؤسسات تجاه ما جرى بالأمس في هذه المجزرة تحديدا؟ المجازر التي سبقها كانت صعبة للغاية، ولكن كل مجزرة يرتكبها الاحتلال عفوا يوما بعد يوم هي باتت تعكس بشاعة وجرم الاحتلال الإسرائيلي في كل ما يرتكبه تجاه المواطنين الآمنين، خاصة النازحين الذين تركوا منازلهم وحرقوا من الموت إلى الموت أيضا. هذه المدارس دعا الاحتلال الإسرائيلي مرارا وتكرارا المواطنين إلى ضرورة التوجه إليها بأنها مناطق آمنة وأنها مناطق إنسانية، ولكن في كل مرة يستهدف الاحتلال الإسرائيلي هذه المدارس ويرتكب فيها العديد من المجازر التي يذهب ضحيتها الأطفال وأيضا النساء. نعم، يعني أستاذة لينا، ما الذي يفعله المواطنين أمام كل هذه التحذيرات بضرورة الإخلاء وهذه الاستهدافات التي تطال المناطق التي من المفترض بأنها آمنة؟ يعني نعلم أنه مثلا في مناطق الوسط الآن تتركز يعني أماكن وجود النازحين في معظم المناطق على وجودهم في مدارس الإيواء، وبالتالي مع كثرة الاستهدافات لمراكز الإيواء، يعني كم أو كيف من الممكن أن نصف هذا الخوف الشديد لمن يقيمون في هذه المراكز من الاستهداف الإسرائيلي المتواصل المفاجئ؟ يعني دائما ما يصدر الاحتلال الإسرائيلي يوميا أوامر إخلاء لعديد من المناطق التي يدعي بأنها إنسانية، ودعا مرارا وتكرارا مئات الآلاف من النازحين بضرورة التوجه إليها. على سبيل المثال المنطقة الوسطى كما ذكرت هناك العديد من مراكز الإيواء وأيضا الخيام التي تتواجد غرب مدينة دير البلح وغرب مدينة خان يونس جنوب القطاع التي يتركز فيها آلاف من النازحين داخل هذه الخيام، وكذلك مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. هذه المدارس التي تضم مئات الآلاف أيضا من النازحين الذين نزحوا من مناطق متعددة من قطاع غزة. لكن المواطنين هنا في قطاع غزة لا يجدون أي مكان آمن يذهبون إليه. الليلة الماضية كان هناك عديد من العائلات الفلسطينية في خان يونس جنوب القطاع التي افترشت الشوارع وباتت في هذه الشوارع طوال الليل، لأن الاحتلال الإسرائيلي أصدر في منتصف الليلة الماضية أوامر إخلاء جديدة تتعلق بإخلاء مناطق في وسط
خان يونس جنوب القطاع. نحن نعلم أن مدينة خان يونس في كل يومين أو ثلاثة يتم إصدار أوامر إخلاء جديدة بضرورة إخلاء بعض المناطق التي يعني تحتوي على آلاف من المواطنين لا يعرفون إلى أين يتوجهون. الاحتلال الإسرائيلي دائما في كل بيان يذكره بضرورة إخلاء هذه المناطق بالتوجه إلى المناطق الغربية لمدينة خان يونس، ما تسمى المنطقة الإنسانية أي مواطن خان يونس. لكن باتت هذه المنطقة لا تتسع لأعداد أخرى من الناجحين، لا يمكن لهذه المناطق أن تستوعب أعداد أخرى من الخيام التي تحتوي على عائلات كبيرة. لكن منذ ساعات الصباح هناك عائلات فلسطينية تتواجد في الشوارع، لا تجد لها أي مكان آمن للتوجه إليه نظرا لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين منطقة إنسانية وأخرى، يقوم باستهداف كل ما هو فلسطيني اليوم في قطاع غزة. نعم، يعني أستاذة لينا مع كثرة أوامر الإخلاء بعضها يكون صحيح والبعض الآخر أحيانا يكون غير دقيق نتيجة إما إشاعات أو أخبار غير دقيقة أو حتى محاولات للتلاعب من قبل الجيش الإسرائيلي، كيف يعني يتمكن المواطنون من التحقق من جدية هذه الأوامر بضرورة الإخلاء؟ لأن عمليات الإخلاء هي عمليات شديدة الخطورة أيضا في ظل الأوضاع الحالية، كما أنها يعني لا تعطي المواطنين الكثير من الخيارات. نعم، هي في أوقات قليلة جدا تكون ربما إشاعات أو غير صحيحة، ولكن دائما المواطنين في قطاع غزة يأخذون هذه التحذيرات على محمل الجد، لأن الاحتلال الإسرائيلي دائما يفاجئ المواطنين ولا يعطيهم أي مساحة سواء للإخلاء أو للذهاب إلى مناطق أخرى. فمنذ ساعات الصباح أعطى الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلاء المناطق أبراج حمد في خان يونس جنوب القطاع، ولكن لم يعطي المواطنين أي وقت كبير ليخلوا هذه الخيام، وإنما قام باستهداف ثلاثة أبراج سكنية في هذه المنطقة عدا عن القصف المدفعي الذي يستهدف كل المناطق التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغ المواطنين بضرورة إخلائها. حتى لو كانت هذه إشاعات، لكن المواطنين هنا يعيشون حالة من الخوف وحالة من التوتر. لا نعم، شكرا جزيلا للكاتبة الصحفية لينا شاهين، كانت معنا من دير البلح.